ألف مبروك الفوز، واضح من اللبس وواضح من شكلك أنك بذلت مجهود كبير جدا. الخانة أم أنك لأنك منذ زمن لم تلعب؟ مبروك. الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد. ألف مبروك لنا ولجمهورنا، هارد لك لأصدقائنا في نادي الشباب. أنا كلمني دياز قال لي ظهير، قلت له حطني في أي مكان لخدمة نادي الهلال. طيب اليوم كيف وجدت الخانة أولا وكيف وجدت الفريق ثانيا؟ لا أنا لاعب فيه من أول ناحية الظهير الأيسر، خانة الظهير الأيسر، لعب فيها أكثر من سنتين مع نادي الفتح، فأبد مو شيء جديد علي، مع أخواني اللاعبين ساعدوني، مع أن لي فترة ما لعبت أساسي، اللهم لك الحمد. كابتن بالتحديد الهدف الأول بدأ من علي البليهي، الهدف الثاني بدأ من علي البليهي، اللهم لك الحمد. دعاء الوالدين ويستاهلون الجمهور الهلال. ثقة أم محاولة إثبات وجود أم إيصال رسالة؟ ثقة وإثبات وجود وإيصال رسالة وكل شيء. اليوم تعادل الأهلي، يخف الضغط، فارق 4 نقاط. احنا ما نفكر في نادي الأهلي، علينا من فريقنا، طالما ان احنا قاعدين نفوز ناخذ الدوري. مبروك، حتستمر في الخانة؟ دياز. شكرا حبيبي، الله يسعدك. شكرا كابتن علي البليهي.